Ein Fahrrad? Ja, da. هذا عطل احمد مو لي انا. اذا قال لك نزل ابيكس عطها الصوت هذه. نزل ابيكس. هو بس لما تيجي علق عليها عادل بالله. كونتينيو كامبين. ايش هو؟ علق على صوتك ما. بلا ابيكس مره بطيخ. لا لما تيجي تساله كيف بيجي يرد عليك الجواب شوي شوي شو بتحكي له؟ عطى. شو رايك بهاللعبة يا عدول؟ ايش هي؟ انت عم بلعبها هلا. كيف فروم تاركو كثير حلوة. لا مش اسكيب فروم تاركو زون. جاست جوت ثرو تو اتش كيو. اولموست اول فورتيفايد بوزيشنز ار ريبورتد. جيت فور برضه حلوة. This is not an isolated incident. في لحظة اسمها زومبي مود او مش زومبي هيك اللي عرب الين اسمها جيت فور. It's much wrong here. But how did this happen? From where did they come? I don't know. All surviving units are being ordered to fall back and regroup. Once we're safe, then we can start asking questions. So what the hell? Get to the terrain of the squad. HQ needs you ready for action. بس لا انا بدي ال صحيح انا حكيت لكم عديت الفصل اللي فات ما فيش عندي ولا مدرسه مبروك ايه قلت له عن سالفه الدكتور اللي تخرجت منه ها حيوان هذا هلا الفصل هذا منزل مادتين هذا كيف بعد ماده محاسبه ماليه ومحاسبه اداريه في سكنات بس مقفلين هاي يمكن بدك طب لو اخذت هاد بدل السنايبر يعني لو غير احلى شيء احمد راح عليك قبل شوي مين راح علي؟ انت راح عليك شو راح علي؟ افتح سكيب فروم تركب وشوف شو وصلك شو في؟ وزعوا مليون روبل لكل واحد اوه زفت هلا باخذهم؟ اه وشرطك واحد من الشباب صار عنده جلتش ونزل له 8 مليون اوف ما يمالع I'm coming يا رب جراند اوبريشن يا رب مش ناويين نرجعوها؟ عم نطلع من تحت هذول مش ناويين نرجع جراند اوبريشن؟ بدل المعاناة اللي احنا قاعدين فيها على اساس انه هم راح يحلوا المشاكل والله ماني شايف حلين ايش اوكي بريكو خلاص جراند اوبريشن بريكو انا كيف اكتب في السرتي؟ شوي شوي اف اي سي شوي 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 سي اي شكرا دخلت واحد عندي في الابارتمنت وشرب له كحول قام يدخ مخ احمد هلا والله اعطوك يا شباب اعطوك حبيبي حياك الله
Your green car. عبد الله هلا موجود بلندن هلا. أحمد؟ مين؟ عبد الله هدلان المفروض هلا بلندن هو. إيه. المفروض بلش دراسة الجامعات الفصل الثاني. سوي جراند يا فارس. تلعب جراند. It's probably no good thing. And now flooded tunnel. Still not good. معي واحد يقول ابغى اشك سيارتك. في شيء خطر لانه رجع ريوس فجأة كذا السيارة. يبغى سيارة خضراء عجبتها بنتي. بنتلي بنتلي بس جاتني هدية يعني. ما شاء الله بنتلي. لا ما هي بنتي، هي اختي. ما شاء الله بنت البنت عليها بنت مرة واحدة. ما في ذا هدية ما شريتها. بل عليها بنت لي. ايش هذا عم هرهر؟ ترى اه اوكي بس كان اللوبو كنت عندي اصوات. شو يسوقك كذا؟ احلى شيء كل ما بخلص تاسك بالجيم بيطلع لي تاسك فيه خازوق اكثر. عجب؟ اوف بيعجب الكل مش لحالي بس. لا لحالك. طلع لي تاسك يا احمد او تاسكين، واحدة منهم اقتل 10 سكاب مسافة 50 متر واعلى ماشي بالموزن بس بدون سايت بيان. وطلع لي عند نفس الشخص تاسك تاني اللي اقتل 7 سكاب بدون اي بادي ارمر، بدون اي بادي ارمر معناته بدون هلمت وبدون بادي ارمر. ايش تسوي؟ بتخبى. والله تتخبى مين؟ الخريطة اللي عم بلعب فيها كنت كل الناس ما شاء الله شريال تيرمال وقاعدة بزاوية وبطخ عليك من بعيد. قبل شوي تعليق الشباب على الموضوع انه خفوا تيرمال في هالخرايط. وعندك دكتور خرا هذا دكتور ديسريسبكت بيلعب الجيم ضل قاعد لك عند الاكستراكشن وكل ما بدك تطلع تروح على الاكستراكشن بضل يقتل كل الناس ياخذ كل اللوت اللي هم عاملينه. الناس فاهمين لعبة تسكيب فروم تاكو وغلط على فكره. اوكي اقتل بي ام سي بس مش عند الاكستراكت. مفكرين انه بس تحوش اسلحه، مش فاهمين فكره التاسكات. حوش اسلحه بس في عندك تاسكات، في شغلات انت بدك تسويها غير لما تلعب ريد. اخ يلا خير خير ان شاء الله. نايس بالطيارة. امتى نفوت نلعب اسكيب فروم تاركوف؟ لا ما الله يريد. انا عم بلعبها من هناك. عم بلعبها والله صار لي فترة ما لعبتها. شكلها ما عجبتك انت. انت ما استهويتها كثير على فكرة. احلى شيء 27 ضد 17.
160 ألف اللي كانوا يتفرجوا معه على الفيديو تو خلص الفيديو وروحوا كلهم فاتوا يلعبوا هلا أكيد لسه في الأول موجود. حتى في واحد من الشباب علق على شغلة على موضوع خريطة الكاستم إنه كلهم بروح على المباني اللي فيها السكاف بوس وأغلبية وقتهم بيكون طالع هناك. فرد عليه نيكيتا الملك اللعبة قال له احنا هلا اصلا رح نفتح سيكشن جديد في كاستمز رح يكون في كتير ناس رح يروحوا عليها والسيكشن رح يكون كبير مش صغير. يا اخي تخيل هي لساتها بالبيتا وعليها هالقوة هاي. اوكي شنو شاف شي بالحياة؟ انزل احمر. هاي يا شباب شوي ايش فيه؟ افضل شيء بالحياه تدرون وشو؟ انك تلعب سكيلتون تاركوف. انك تلعب جراند يجيك كذا كل الاسماء لفت 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 تسوي المهم اللي في راسك اي شيء. ايوه هذا معناته صار عندك كونكشن بالايرور تبع ايرور كونكشن عندك. ابغاها من زمان لاني عندي اشياء ودي ابيعها من النايت كلوب وفوق هذا خايف من الزبائن دول. كويس طردنا من السيرفر. يس فيكتوري السبيكر كاز نطقس بومبي كنت باتي نحن قررت عمل خطة ذكية ممكن عم يعطونا شيء سيف بيت سيف Go to LSI. الله يلعن أبوك. نعلمها اللعبة اللي كلها قاعدين على الأرض. أيوة بدينا. مستي زعلان تدري؟ والضرطة شو أسوي لهم؟ صفق لهم زحمة زحمة ايش؟ زعلان ان الباتش هذا زفبان راح اخذ ريكت يقول امس الجيم كانت مش خربانة يقول الباتش هذا والباتش اللي قبل كلها زبالة و disappointing وخرابيط ونزل على الشك. اوكي باخذ بريك يا اخي لا تاخذ بريك خذ فرامل معك بوت اوف فايف دايس فريند خلى لك يا شيخ هلا دايس فريند بلا خرا انت مسجل انه دايس فريند شيء ايه خرا علي يا رجل المفروض اعطاني على 1 مو على 5 يلا خلي وين اه وش التسريبات عن الباتفيلد الجديدة صحيح ولا كلام فاضي؟ اصلا محدش حكى عنها الا لبعد 2028 نعم يا اخوي اي صحيح تسريبات باتفيلد جديدة برجع بقول لك ما حدش حكى عن اي باتل فيلد جديد غير لسه ل 2028 لا يخلصوا من هاي وش الصورة هذيك حق ايش؟ طيب بعد سنتين نسمع باتل فيلد جديدة والله كل واحد قاعد له بزاوية يا اما منبطح يا اما متخبي ورا حناكو اجت ثاني برجله من ضل وقت
تقدرش توصل اللي عندك تيجي توصل السنايبر صح؟ ما تكونش راح تلسبون بيك انت بعطيه هلا وصلنا زين قلت له موجود فل دوت از ذس كله على اياه ننزل لتحت نشوف شو لا قتلت نفسي شوي ما طريقة غبية شوي يعني شوي شوي ادري الشراه ولا لا انا ما اتذكر الشراه ليش سكروا الباب هني بوكس ما لوته والصراحة كويس وين You're welcome, Miss Picker.
ايش اسمه بيكر؟ ودي ولد بيكر. بيكر ما ادري اسم الاول ما ادري بس مس بيكر مانجر اوف كازينو. طب حسن ودي ولد بيكر شو؟ دي كانت بنت الكلب. طب يا رب اروح الجامعة وقتها وانا مش تعبان. قول يا رب. جدين بيستول كل. اوكي. ايم ال 2 اند ار 1. ايم تو مارك تارجت. بريس ار 2 تو هيت شوت. انت تو كازينو. برد. غريبة كسر البرد دي. هذا اللي يسمونه بياع خب العباتة. لا ولا شي سلامتك. صحيح هذا اللي حسب حظ دفى كذا هاليومين راح باع العبات يعني جاكيت يسمونه بياع خب العبات اصلا لسه ما خلصتش الحظ لسه ما خلصنا هون شهر 3 بس الناس يعني الكلام ذا قديم والله ما بنساه السنه اللي فاتت صار شهر 5 لسه ما خلصنا مين مشغل ميكرو؟ لا احنا اسمه باندا لسه نكتب من كل ساعه
والله فان خايس. أما إذا صدمت إنزا خشمية فاكين هيل. ما عندك فيش عنده ملك؟ خلاص خلاص علق بدش يعني اعمل ام خلنا نلوش يا استاذ لون لحالك لوت لون حسوا عم يسرق هو عم يلوت الانيميشن تبعي ده شفت عم يلوت الله كله ياها الطاير هو بطخ الواحد هيتشوف تسوى حياة أهله كلهم ليش نزلت عليك عشان أموت؟ لا لا الله يلحقني يا دين الله اللي اليوم ما راح يمشي الضار على خير هذا شكل البوس تبعيته مش الكومبليت بس والله شكل اليوم ما راح تمشي على خير يا شباب ديب ووتر لاحقني لاحقني الله ينعم امك SR3 to perform a melee attack. ما عرفنا هاي طيب. ماشي جديد. Italy. It wasn't just Milan. Bases have been going dark all over Europe. Command has ordered all teams to evacuate to fortified positions. Venice is the nearest. We can only hope it's still intact. Rendezvous with Captain Dutton and help him hold the city while our occult experts figure out what's causing this and how we can fight back. انا مش عارف يعني ان عملناها عالي ما بتصيب ونزلناها بتصير صايب افاق هذه فينس حاليا هذا لان ابوها الان هو بطلني انا ما بطله هو بطلني هو اله انا ما بطله انا مش اله تمام يا شباب اليوم هذا مقطعنا لليوم ان شاء الله تكون عجبكم اللعبة وان شاء الله نسوي لكم الريفيو عنها حاسس في لعبة ثانية كانت اللي هي World War زومبي حسيت احلى انا بلعبها على البي سي ما جربتها على السوني بس لا تنسوا الاشتراك واللايك يا شباب حياكم الله بالقناة وإن شاء الله نعطي giveaway قريبا على ألعاب تانية وشغلات تانية لا تنسوا تتابعونا بالسوشيال ميديا على تويتر بساوي دائما giveaway على حسابي في تويتر شكرا للمتابعة حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته